رحب بحضراتكم في الفقرة الأخيرة. وزي ما احنا عارفين منتخبنا الوطني حسم التأهل، لكن المباراة والنتيجة هل هي اللي احنا كنا بنتوقعها أم لا؟ كلام كتير عايزين نعرفه، بس خلينا نرحب في البداية بالأستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي. صباح الفل. صباح الخير. أهلا بحضرتك. صباح الخير استاذ. صباح الفل يا فندم، سعداء بوجود حضرتك معانا كالعادة. عندنا خير. كتير بقى من الأمور والتفاصيل نتكلم مع حضرتك فيها النهاردة، واستأذن حضرتك يعني فلتكن البداية رؤيتك أنت الشخصية لمباراتي ليبيا ومباراة مصر أمام أنجولا. طبعا هذه المهمة اللي قاد فيها كيروش المسؤولية مع المنتخب من منتخبنا الوطني، بس يعني في علامة استفهام كبيرة جدا ما بين مهمة مع ليبيا وبعدين الجابون أو أنجولا عفوا. فيعني احنا شفنا صحوه جميله جدا واداء مميز بغض النظر عن الفوز في المباراتين والست نقاط العلامه الكامله، لكن طبعا لما رحنا انجولا لقينا فرقه ثانيه خالص، يعني دي بتخضنا احنا كنقاد وكجماهير ازاي يعني المنتخب يروح ويجي بالشكل ده، ويعني ده شيء مش ليس من سمات المنتخبات الكبيره المستقره. صحيح. فبالتالي يعني لازم الجهاز الفني بقياده كروش واللي معاه والكابتن وائل جمعه يعني يكونوا برضو عندهم اجابات قبل مننا عن هذه التساؤلات. المفروض الخضه اللي حضرتك بتتكلم عليها يكونوا هم الجماعه تخضوها في انجولا، مش احنا اللي نخض منهم بحكم التاريخ يعني. هم اللي في الملعب، هم اللي في الملعب ولازم يدونا اجابات. يعني انا شايف ان طبعا يعني تحليل انا الشخصي ان كان في استهانه بدون لازمه او خضه بدون لازمه، حاجه من الاثنين. يعني احنا لما مخضوضين هو طبعا كروش قال لك الحراره والرطوبه وده، احنا زهقنا من الكلام ده بصراحه، زهقنا من اي حد يعني. فيعني انا بلعب في جميع الاجواء وفي جميع الظروف. بالظبط بالظبط بقى بصراحه يعني. وحققت نتيجه كويسه جدا في ملعب ترتان مع ليبيا. انا لعيبتي محترفين برضو. انا دي لعيبه دوليه متفرغة مش يعني. فيعني حته الظروف الجويه ونوعيه الملعب والنقر والكلام ده يعني اصبحت يعني مستهلكه جدا. فبالتالي انا شايف ان منتخب مصر اللعيبه لازم تحاسب نفسها كمان، يعني لازم اللعيبه تحاسب نفسها، وطالما هم في معسكر دلوقتي في برج العرب مع قبل ماتش الجابون يكون ده الرساله اللي من كروش للعيبه. الكابتن وائل جمعه شفاه الله برضه لازم يتكلم مع اللعيبه، هو لاعب كبير وله تاريخ وقدرته يعني. فانا شايف ان ليه بقى؟ احنا مقبلين على تحديات ثقيله جدا طبعا. في الفتره الجايه ده الشغل الحقيقي لسه ما ابتداش. بالظبط حضرتك جبت المفيد، يعني احنا عندنا التصفيه النهائيه، هنقع مع مين؟ احنا غالبا داخلين مستوى ثاني غالبا يعني. هنقع مع مين؟ الجزائر ولا المغرب ولا تونس ولا نيجيريا؟ يعني كلها تحديات من النوع الثقيل يعني ده غالبا يعني. اتمنى ان احنا نخش مستوى اول نقدر نقابل حد ثاني، وده معتمد على اللي هيحصل مع تونس في الماتش اللي جاي ليهم. تونس ونيجيريا كمان يعني لا اما يخش مكان تونس يا اما يخش مكان نيجيريا تصنيف اول. فبالتالي ايا كان برضو العشرة اللي وصلوا هم ابطال مجموعات. بس برضه خساره تونس من غينيا هل كان متوقع؟ لان يعني كانت غريبه برضه شويه. لا غريبه جدا يعني في حاجات بتحصل مش مفهومه يعني. لا يعني النهارده يعني منتخب نيجيريا على كف عفريت قدام مين؟ قدام جزر عفوا مش جزر القمر الراس الاخضر يعني على كف عفريت. لا هي تاهل لا ما يتاهلش يعني. نيجيريا 12 الراس الاخضر 10 وهيقابلوا بعض. انا واحد من الناس ما سمعتش كلمه الراس الاخضر دي قبل كده الحقيقه. اللي هي فده يوري اللي احنا بنتكلم عليه ان فعلا في دايما مساحه كافيه لوجود مفاجات غير متوقعه. مفاجات بالظبط يعني. فبالتالي يعني احنا داخلين على تحديات كبيره، التصفيه النهائيه كاس العالم، ودي يعني مش هنتنازل ان الجمهور المصري منتظره بطاقه بتذكرتنا الى البطوله الجايه في قطر 22 ان شاء الله. عندنا يعني كاس العرب، ففي تحديات يعني بجانب التحديات الانديه اللي موجوده. فانا شايف ان اللعيبه لازم يكون عندها كثير من العزم في المرحله الجايه
والجديه، ومش هقول الرجوله لان دي صفاتهم الطبيعيه، هنمشيها الروح القتاليه. الروح القتاليه. طب استاذ سامي، يعني حضرتك من كلامك كده انا استشف انك محمل اللعيبه فقط، هل انا احمل اللعيبه فقط ام برضو احمل يعني كيروش الى حد كبير؟ لان انا برضو امبارح وحضرتك اكيد تابعت، طب هو الناس كلها كانت بتسال هو قفشه ما لعبش ليه؟ طب هو في برضو حاجات حصلت احنا مش فاهمينها، هو اكيد هنرجع نقول له وجهه نظره ماشي، هو اكيد الأدرى ماشي، بس احنا عايزين نفهم يعني طبعا التفاصيل الصغيره لو هنحير نفسنا فيها احنا اتحيرنا بالفعل يعني. هو ليه لعب بطريقه في الشوط الاول ولعب بطريقه ثانيه في الشوط الثاني؟ يعني انا اعتبر الجون اللي جه يعني من ثمار الصحوه اللي حصلت في نهايه الشوط الاول والثاني، وكان ممكن يفوز على فكره، كان قريب جدا كان ممكن، بس برضه عندنا شوط اخطاء يعني من لعيبه ومن كروش نفسه. يعني قفشه كان حل من الحلول طالما الدنيا مش ماشيه معايا يعني في ما، عشان كده بقول لحضرتك انا ما اقدرش بس اقول اللعيبه مش مركزه، لا في لعيبه مركزه جدا، في لعيب زي ما حضرتك بتقول، بس في نفس الوقت الجهاز الفني بس له كلها تبقى وحشه الشوط الاولاني. لا هو ده ما حدش فيه خلاف، احنا لم نتوقع ده يعني زي ما كريم برضو قال، احنا لسه ده احنا لسه بنقول يا هادي لسه الجاي التقيل جاي بالزبط. فليه كده يعني؟ طبعا دي برضه يعني سؤال نحطه قدام كروش ومساعدينه، ان هم ليه الفرقه بتروح وتيجي كده يعني طالعه نازله يعني، ما يعني احنا محتاجين فرقه مستقره عزمها جامد روحها القتاليه عاليه يعني، بالتالي عشان نوصل لاهدافنا يعني بسهوله، يعني مفيش حاجه بالسهوله، بس ايه يعني باستهداف نقدر نوصل له، ما نتهزش الهزات دي. وبالتالي يعني انا يعني حتى واحد زي قفشه لما الاقي الدنيا يعني قافله معايا، طب هو ورقه كويسه جدا ربحان، طب ورقه ربحانه ليه ما يلعبش يعني؟ دي حاجات برضو يعني محتاجين كروش يقعد معانا الوقت ونسال. هو كان في اشاده طبعا بدور احمد فتوح واكرم توفيق، بس في نفس الوقت كان في اندهاشه من استخدام محمد شريف كجناح انا وعدم الاستعانه بقى بالظبط يعني، انا مش فاهمها، انا بصراحه مش فاهمها يعني. هو وكمان اصراره ان شريف يكمل للنهايه، انا طبعا شريف لعيب كبير جدا اكيد وله مكانه بس يعني ان هو يتحط في الجناح وما اظهرش انتاجيه في الشوط الاول. طب ليه يعني؟ في اكثر من حلول اخرى يعني ما هي طبعا اكرم وفتوح محتاجين اللي يبقى قدامهم في النصف الثاني من الملعب عشان يكملوا الجمله اللي من الاطراف. يعني شريف كان غير موفق في هذا المكان، وطبعا ده ابننا في النادي الاهلي واحنا بنفخر بيه جدا، لكن هو طبعا كراس حربه مميز جدا كمهاجم يعني طبعا يعني. وكروش ما جاوبش على السؤال ده يعني، ما ادناش تفسير ليه هو اصر على شريف في الناحيه دي طول الوقت. انا بتفق مع حضرتك، ما ده اللي كنت عايزه اقوله. طيب ده راجع يعني نقدر نقول ان في نوع من الذكاء او العبقريه عند كيروش احنا مش قاريينها دلوقتي، هو بيحضر لحاجه، ولا ده راجع ان لا قراءه كيروش انا مش بتريق والله يعني ممكن لا هو مش بتريق، ولا راجع ان من الابتسامه دي تقدري تستنتجي الاستاذ سامي حاجه متحمسه؟ استفسار حقيقي والله، ولا ده راجع ان كيروش مش قاري اللعيبه صح؟ لا يعني أو هذا الرجل انا بديله تقديره الكامل بخبرته طبعا وبالتالي هو ربما زي ما انت بتقولي بيقلب حاجات في دماغه مش واصله لنا لسه. مش هتوصل لنا امتى؟ بس ما توصلناش بقى بنلاقي نفسنا الدنيا ورا ظهرنا. بص يا استاذ دلوقتي كده كده مش هنختلف على ان كيروش مدرب مخضرم وليه تاريخه وله ثقل، بس انا عايز اسال حضرتك، انت لمست هذا الثقل من اول ما جه وتولى المسؤوليه ولا مش قوي؟ لا طبعا انا طبعا قاري تاريخه كويس جدا وعندي ثقه فيه، واللي شفته مع ليبيا واحنا كان متاثرين كنا مضغوطين نفسيا اللي شفته مع ليبيا يديله جزء من رصيد الثقه المطلوبه واعد يعني اللي جاي المفروض يكون واعد يعني بس
يا اهلا بحضراتكم عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي وضيفنا اللي منورنا الاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي واللي يعني طلعنا الفاصل ده بعد ما اكدنا على ان اللي جاي هيبقى اسئله سريعه. اسئله سريعه يا استاذ سامي طبعا وعارفين من حضرتك يعني الوضوح ستريت فورورد كده نسالك عن الأسوأ والافضل برضو تقييمك. خلينا نبدا بيه دلوقتي طبعا المنتخب المصري الأسوأ والافضل في من اللعيبه من قبل اللعيبه. من اللعيبه؟ نقول الافضل. والأسوأ؟ يعني هو الأسوأ الأداء بصفة عامة. أما إحنا بنتكلم أداء في يعني في المباريات من كل اللي حصلت. الفريق من كل الفريق أنا يعني أنا مش راضي حتى مع الهدفين اللي جبناهم أنا مش راضي عن مستوى الأداء إجمالا. ده للفريق كله. للفريق كله. إجابة دبلوماسية بس ماشي. لا دي حقيقة. واقعية. واقعية. إنما والأفضل. الأفضل يعني الشناوي كان برضه سماق أمان منتخبنا لأن كان الموجات الهجوميه كانت يعني ثقيله جدا على منتخبنا وكان له تدخلات رغم انه مرمى اصيب بهدفين واحد منهم من ضربه جزاء انما كان طبعا كان برضه صمام امان المنتخب ودي السؤال ده لازم يودينا لحاجه ان احنا السؤال ده يتوجه للاعبين نفسهم والفريق نفسه انتوا كنتوا اسوء ولا كنتوا افضل تقييم ذاتي بقى تقييم ذاته وكلام مع بعضهم طيب كده بشكل عام اللي حضرتك شفته الشويه اللي فاتوا مطمنك على الشويه اللي جايين مطمن كتير مطمن لان انا يعني عندي ثقه في نوعيه اللعيبه دي لحد كبير هم يعني شويه كده لو قلنا لو تراكمات الموسم المتصل اللي فات ده لسه مأثر على بعض منهم تغيير جهاز فني برضو دي نقطه مش قليله قصر فترات التجمع والدمج يعني لاحظ حضرتك ان استاذ كريم ان الماتش جه بعد شويه توترات نفسيه واعلاميه عقب ماتش الاهلي والزمالك صحيح. التجمع ده يعني اللعيبه انتقلت من حال الى حال يعني فكل الظروف دي يعني نلتبس منها العذر للاعبين بس عليهم في الفتره الجايه ان يكونوا اكثر ايجابيه ونتائج عاليه واداء ممتع للناس يعني احنا بنتكلم عن منتخب مصر احنا بنحب الاداء الحلو واحنا واخدين على الاداء الحلو يعني في برضه نقطه دي اعتقد مهمه جدا طب عايز اروح لحضرتك للأسوأ والافضل في من قبل المنتخبات حاليا منتهى الصراحه منتخبات منتخبات الافريقيه يعني ايوه يا فندم ما احنا بنتكلم يعني هل حضرتك شايف مصر في الكاتيجوري الكام هل بنتكلم مثلا الجزائر راي حضرتك برضه زي الجزائر طبعا نمره واحد بالظبط هو بطل افريقيا وفريق فرقه مستقر من فتره طويله وراها منتخب تونس اللي اتغلب مش عارف واللي كانت يعني حاجه مش مفهومه فعلا يعني حاجه مش مفهومه جدا وهو بيضم نخبه كبيره جدا من النجوم المميزين ومنتخب مصر قادر انه يتصدر المشهد كله يعني في الفتره الجايه واسوء المنتخبات اللي حضرتك كنت متوقع لها يعني اداء مختلف سهل العاج يعني سهل العاج انا فوجئت ان هو يعني في عثرات متتاليه وعلى فكره الكاميرون كمان يعني الكاميرون كمان فعلا صحيح يعني رغم ان هو مستضيف كاس الامم المقبله يعني مش على المستوى المأمول يعني المنتخب كبير زي المنتخب الأسود الكاميرونية طيب برضو قبل ما يعني وقتنا ينتهي وعلى صعيد منفصل تماما عايزين تعليق حضرتك على جوائز الأفضل في جريدة المسا اللي طبعا الحقيقه النادي الاهلي بكل رموزه اختلف فيها يعني ايه مكوش الى حد كبير يعني كالعاده يا فندم كابتن محمود الخطيب افضل رئيس نادي قفشه احسن لاعب الشناوي احسن حارس مرمى شريف هداف الدوري اليو ديانج احسن اجنبي اكرم احسن صاعد بجانب طبعا تكريم فريق الباسكت بطل الدوره العربيه وفريق الكره صاحب النجمه العربي مفيش احسن مذيع واحسن مذيعه في طب احنا في دخل احنا طبعا اوسكار ميسا ده عمره حوالي 30 سنه وقديم جدا ويعني عايز اقول ان النهارده قفشه بيكرم احسن لاعب كابتن الخطيب بيكرم في وقت من الاوقات كاحسن لاعب يعني عايز احدد المسافه اللي احنا بنشتغل فيها يعني فطبعا يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله قاعة الاحتفالات الكبرى في دار الجمهوريه بشهر رمسيس هتكون مع يعني مقر لهذه الاحتفاليه بوجود برعايه وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ان شاء الله تكون حدث جميل وحدث طبعا مهم جدا
في طبعا تكريمات يعني زي ما حضرتك قلت يعني نجوم الاهلي بقياده الكابتن خطيب افضل رئيس نادي ونجوم الفريق مكوشين طبعا صحيح. على الالقاب زي ما تقول نوان ده العادي. ففي تكريمات اخرى لابطالنا في طوكيو بارالمبي والاولمبي وفرقه الزمالك بطل الدوري و يعني فرقه كره السله بطل الدوري العربيه. فيعني التكريمات عاليه جدا بحضور الاستاذ اياد ابو الحاج رئيس مجلس الاداره كلها عن جداره واستحقاق الحقيقه كلها طبعا في يعني اللي بيختار الاستفتاءات دي او الاختيارات دي الجمهور طبعا الجمهور من ناحيه خبراء الرياضه من ناحيه ثانيه زملاء الاعلاميين من ناحيه ثالثه فيعني في ميكس كده عالي جدا عشان تحقيق العداله ودي تكريمات يعني بنقول لهم ورده كده في اخر الموسم شكرا على الاداء المتميز وشكرا على العطاء الجيد من رياضي او رياضيه فان شاء الله يعني الحفله دي يعني كثير جدا من الرياضيين بيستنوها لانه بياخدوا شهاده يعني بغض النظر عن درع او مكافاه ماليه او اي حاجه هي كلها حاجات بسيطه لكن هي تقدير اعلامي وجماهيري ومن خبراء الرياضه في مصر ان شاء الله. هايل جدا واحنا اكيد مبسوطين ان يعني النادي الاهلي حاصل على جوائز عديده برضو هرجع اقول كالعاده هو الاهلي معودنا على كده ف يعني ان شاء الله ومزيد ومزيد كمان من التالق للاهلي الفتره اللي جايه بكل رموزه. نشكرك يا استاذ سامي نورتنا بجد جدا ان شاء الله احسن اعلاميه ان شاء الله. نورت الدنيا يا فندم شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا والشكر موصول لكل حضراتكم على متابعتكم لحلقه النهارده بكره ان شاء الله يتجدد اللقاء في يوم جديد وحلقه جديده وعشر الصبح في الاهلي صباح الفل عليكم.